السلام عليكم متتابعين مزين كوزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير ومبروك عواشركم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لي ساندويشات ديرهم من الفطور الصباح ولا في العشيه في الكوتي. انا مع صايمين كي شفتوا عاشوراء، غادي نديرهم للفطور في المغرب ان شاء الله. كنحتاج لهاد لي ساندويتش 5 ديال البيضات، عندي كره ديال موتزاريلا، وعندي فرماج فيدلي ديلفيا، وعندي الابزار والملح وزيت البلديه، وعندي الفرماج طخونش على هذا الشكل هذا، وعندي الخبز الكاري على هذا الشكل هذا. غادي ندوز نصايب البيض هو الاول، كل واحد وكيفاش اللي بغى يدير بيضه، كل ساندويتش يدير فيه بيضه. انا غادي نخلط هكذا مزيان البيض، وغادي ندير القياس ديال لي ساندويتش لحقاش هاد الخبز هذا شريته شويه صغير ماشي كبير بحال كي موالفه كنديرو. كيجي زوين وكيعجب الدراري بزاف هكذا في العشيه للكوتي. كتشوفوا كندير الملح دائما، الملح على حسب القياس، وشويه ديال الابزار اللي ما كيبغيش الحرور يستغنى عليه، كنخلط مزيان هذاك البيض كي كتشوفوا. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا دوزتوا الفاكونس مزيان هذا العام، بزاف ديال الناس اللي ما مشاوش لبلادهم. كي شفتوا حنا هذا العام دوزنا الفاكونس في سبنيول، دوزنا زوين ما نقولش لكم، زوين بزاف ما شاء الله. تما الناس يعني دايرين لي ماسك على حساب هذا المرض هذا اللي كتشوفوا، دايرين لي ماسك لي برودوي لي ماسك، حتى الناس اللي في الطوموبيل كيديروا لي ماسك اوبليجي برا في الزنقه في لي ماغازان. كي كتدخلوا كتلقاو البرودويات في الباب يعني موجودين زعما ما شاء الله، يعني دايرين حساب هاد المرض. كي كنشوف انا في فرنسا هنايا واخا كاين المرض يعني ما دايرينش بزاف هاد الاحتياطات اللي دايرينهم في سبنيول. كي كتشوفوا كنجيب شويه كنجيب واحد المقله شعلت عليها النار، ندير لها شويه ديال الزيت، وغادي نجيب الخبز ديالي كي شفتوا كنجيبو على هذا الشكل هذا، وكنحلو هكذا من الوسط مع الطرف، كندير وكنخلي واحد بوتي كاري. هانتوما على هذا الشكل هذا، هذا تهرس ليا ماشي مشكل. نتمنى الفيديو تكون واضحه مع الكاميرا كنت معليها شويه. كيجي زوين وفي نفس الوقت دغيا كتوجدوه يعني ما كياخذش الوقت بزاف. هكذا وغادي نديرو داك الزيت كي شفتو حطيتو، كنقص النار مزيان وكنهز شويه ديال البيض ونديرو تما. كتشوفوا على هذا الشكل هذا،
جوج مغرفات صغيورين وكنحرك هكذا مزيان حتى كيطيب لي هذاك البيض. ثم ما شاء الله دغيا كيوجدوا وكله سريعه وخفيفه في نفس الوقت. كي كتشوفوا غادي نجيب الفرماج هذيك فيلادلفيا كي كتشوفوا هذا الفرماج هذا موجود هنايا فيلادلفيا زوين بزاف كتشوفوا كندهن به هكذا هذا الخبز وكنجيب داك موتزاريلا كنقطع طريفات غير صغيورين كنديرهم في الوسط كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا وكندير هذاك الطرف ديال الخبز اللي دهنت عليه هانتوما كنتكي عليه مزيان هكذا وغادي نقلبها. نقلبها على هاد الشكل كي كتشوفو كيجي على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندوز نقطع غادي نجيب واحد الطرف واحد اخر صحيح كي كتشوفوا غادي نقطع الفرماج على قدو طرونش ديال الفرماج هانتوما كندير طرونش ديال الفرماج على قد هذاك الطرف وكنديرو بحال هكذا كيجي بحال ساندويتش. هانتوما كيجي هكذا زوين لا المنظر ولا ما شاء الله. كتشوفوا هانتوما هو تحمر من الجهه الاخرى كنجيب تغسيل التقديم وكنحط فيه هكذا وكنستمر حتى كنكمل كاع هاد لي ساندويتش اللي عندي. النار عندي مجهده بزاف كندير البيض جوج معلقة ديال البيض كافية وكنجيب هداك الفرماج ديال فيلادلفيا وكندهن. نفس الطريقة كيف درت قلت لكم الفرماج كيجي فيها زوين بزاف نحركها هكذا باش يطيب ليا الفرماج سميتو البيض وكندير عليها هذاك الطرف ديال الخبز وغادي نقلبها.
بهذا الشكل هذا، وكنجيب واحد خنش واحد اخر وكندير عليه الفرماج كما يكون، وكنديرو على هذا الشكل. كيتك يدوب ليا داك الفرماج، وانا كنستمر ونقطع هاد الخبيزات اللي عندي على ما يطيب ليا هذاك الساندويتش. اكله خفيفه وسريعه في نفس الوقت، ما كتديش الوقت بزاف وكتجي بنينه، تقدروا ديروها بزاف ديال الحوايج، عندو الكاشير ولا اي حاجه كانت عندكم موجوده في الدار، واي فرماج على حسب الفرماج، اي فرماج كان عندكم تقدروا ديروا هذه. هذا كيدوب الفرماج كيجي من بيناته، انتما كي كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. غنستمر هكذا حتى نسالي كاع عندي هذا لي ساندويتش. جوج معلقة ديال البيض كيجيو هما هادو مع لي طخونش ديال الخبز كي شفتو صغارين، هادوك اللي كيكونو كبارين كيجيو زوينين. أنا مشيت للمكازا لقيت غي هاد لي باكي صغار، غندير موتزاريلا كيف شفتو، وغادي ندهن داك الخبز بحال كيف درت في الاول، كنديرها من فوق هذاك البيض وكنحاول نهبها باش ندير الفرماج على الجهه الاخرى. كي كتشوفوا على هذا الشكل هذا، من بعد طابو كي كتشوفو كيجيو على هاد الشكل هذا، كيوجدو في 10 دقائق ما شاء الله. هانتوما من الداخل كي كيجيو بحال على هاد الشكل هذا، هانتوما كيجيو زوينين بزاف، كنتمنى تجربوهم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها وتابوني في لاشين ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وجبه جديده. السلام عليكم.